اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا مباراه مهمه جدا النهارده لمنتخبنا الوطني امام منتخب الجابون هناك في الجابون، مباراه يعني غايه في الاهميه في اطار طبعا مشوار التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022 باذن الله تعالى. الناس قلقانه، انا من ضمن الناس اللي قلقانين جدا جدا على المنتخب الوطني بصراحه. اللي قلقنا شكل المنتخب، الامر واضح بالنسبه للجميع، يعني مفيش اي مبالغه لو احنا قلنا ان المنتخب سيء جدا كاداء، سيء جدا 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 كمان، مش جدا واحده يعني، كاداء وحشين. كنتيجه الثلاث نقاط اهم في كل المباريات في المجموعه عشان توصل اول، فبالتالي تلعب النوك اوت اللي بيأهل على طول او المباراه المؤهله مباشره لكاس العالم باذن الله، مباراتين ذهاب وعوده يعني. فبالمنظر ده احنا يعني مش ما عندناش ثقه كبيره جدا في ان احنا ممكن نشوف اداء جيد للمنتخب، لكن في نفس الوقت عندنا ثقه في جوده اللعيبه لان احنا عندنا لعيبه كويسه، عندنا ثقه في ان باذن الله تعالى لاعبي المنتخب الوطني المصري بيظهروا في الاوقات الصعبه بالشكل المطلوب، هو ده اللي احنا واثقين فيه. في نفس الوقت ممكن ثقتنا مهتزه شويه في الجهاز الفني بسبب بعض النتائج على مدار الفترة اللي فاتت، بسبب ان مفيش اي تجمعات للمنتخب رغم ان بيبقى ليك فرص يعني، فما تعرفش بيبقى ايه السبب انك ما بيبقاش عندك تجمع، لكن كل حاجة لسه في ايد الجهاز الفني، في ايد الكابتن حسام البدري، يقدر يرجع الثقة عند الجمهور المصري في المنتخب، في اللعيبة دي، في الفرقة، في شكل المنتخب، عايزين نشوف شكل المنتخب. ممكن تلعب وحش، ممكن تبقى مجهد، بس الشكل سيستم اللعب فين؟ مش موجود. هديك مثال، منتخب الجزائري كسب جيبوتي 8-0، هو طبعا المنتخب الجزائري اقوى فريق او اقوى منتخب دلوقتي في القاره الافريقيه بقاله سنتين ثلاثه، الموضوع واضح للجميع يعني، امكانيات ايه ولاعيبه ايه وحاجه ممتازه يعني. لكن اللي عجبني ان هم حتى لو بيلعبوا جيبوتي فريق ضعيف جدا بس ما بيهزروش، ما فيش هزار. اوعى القطر يا عم الحاج، هنكسب هنكسب. بسكور يجي لنا فرص نجيب اجوان بنجيب. فانت هنا ايه؟ جات لك رسائل او لكل المنتخبات الافريقيه ان المنتخب الجزائري ده اقوى منتخب، خلاص يعتبر من المتاهلين لكاس العالم لو فضل بالاداء ده يعني. فنتمنى ان احنا بكره باذن الله نبارك لبعض، اهم حاجه الثلاث نقاط، وتاني حاجه مهمه بالنسبه لنا الاداء عشان نطمن ونشيد كمان كل الاشاده باذن الله بالجهاز الفني واللعيبه في بعد مباراه النهارده امام الجابون اللي هتكون الساعه 9.